ما كانش في نوع من الحماس ان حضرتك تنزلي بس حد وقفك او كده يعني؟ يعني بس انا لا مش في 18 يوم بقى، انا بعد كده يعني نزلت، بس لا كان طبعا اهدى بكتير من وقت ال 18 يوم الاولين. تمشي في الشارع تحس ان الناس متضايقه، بس لا انا ما اعرفش كان يعني عند الناس فكره لا ده لازم يتغير. يعني انا واحده من الناس كنت فاكره انه يعني الزحام الكتير اللي في البلد هو اللي عامل فينا كده، هو اللي مخلينا مش طايقين روحنا. كان في احساس بالامان جوه الشارع هنا، الناس اغلبيتها طبعا متابعه اللي بيحصل في التلفزيونات، يا اما لو في شباب كانوا ينزلوا هم نفسهم يشاركوا، بس كان واحد بيقدر ايه يحس بالامان وينام بقى لانه عارف ان في ناس واقفه بتحميه. اولادي نزلوا وخدوا اولادهم وراحوا، يعني ابني وبنتي، يعني لا احنا كنا قاعدين كلنا قلبنا مع الاولاد اللي في الميدان والحاجات كانت بتحصل، لدرجه ان احنا كنا بنقعد نصلي، يعني نجتمع مع بعض عشان نصلي عشان الاولاد في الميدان دول ربنا يحميهم ما يحصلهمش حاجه، لان كنا شايفين في التلفزيون ايه اللي بيحصل. اسم سبيرو لما جم الاهالي هنا في المنطقه وفي المستشفى للثوره، بقيه الثوره بعد كده ابتدى يبقى في اصوات رصاص، ابتدينا نشم ريحه دخان، برضه نزلت وقفت شويه معاهم قريبين مني خالص، ممكن يكون في دم في موت، لما بتشوفه من بعيد غير لما بيبقى جنبك، لما بيبقى قريب منك. عمرنا ما اتكلمنا ولا فكرنا ان احنا بننزل نختار مرشح، يعني احنا من زمان حاسين انه اللي عايزين السلطه اللي عايزاها هو اللي بيجي. انا يعني اعرف من كل يعني اصحابي اللي في المنطقه انه كله عاوز ينزل وقت الانتخابات. جايز قريب لقريب كده، ممكن مش يعني مش كل الناس اللي انت يعني تحب انهم يجوا، الشباب الجداد الافكار الجديده يعني مش هم دول اللي هيجوا دلوقتي حاليا يعني، بس هيجوا في المستقبل. امل كل واحد فينا خصوصا الناس اللي في بيوتها دي انه يجي ناس جديده وجوه حلوه من اللي شفناها في الميدان، بحس ليهم فكر جديد خالص، بكره ده مش لينا فاكيد هيبقى احسن.